السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد، نتمنى يدخل عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتو. غادي نشارك معكم اجواء من العيد ديالنا، كيفاش كندوزوه. انا كندوز العيد مع دارنا، يعني اغلب العائلات راه كيدوزوه مجموعين، وبحكم ان الاب والام ديالي فاتحين على القلب، الله يحفظهم ليا يا ربي، والله يخلي لكل واحد والديه. منوع عليهم باش ياكلوا اللحم الغنمي، مع راكم عارفين كيكون مدسم بزاف. كنشريو عجله يعني وكنستافدوا منها. انتم غادي تشوفوا معايا لقطات كيفاش، يعني كيفاش كتقطعيها كيف ما بغيتي، كتخرجي اللحم، كتخرجي كفته، كتخرجي قطبان، يعني بكثره وكتستافدي منهم. كما كتشوفوا هذا البانيو اللي وريتكم هبره، ها هو طحنته كفته عند الجزار وخرجت قطبان. تشوفوا كيفاش غادي نشرملهم. وخرجت ستيك، وكما كتشوفوا هنا ستيك حنا كنبغيو رقيق بزاف. البنات راه ما كنديش عند الجزار، غير راجلي اللي كيقطع ستيك والقطبان، غير الكفته بوحدها اللي كنديها نطحنها عند الجزار. وكما كتشوفوا هنا كنقسمهم كويرات ديال الكفته على القياس اللي غادي نجبد انا نشويه، باش ما كنبقاش نجبد ونرجع، راكم عارفين كيتسمم. وكنديرهم في ميكات ونديرهم في المجمد كما كتشوفوا. واخا يعني ما غاديش نهضروا على تمارة، يعني تمارة موجوده بزاف كاع، ولكن الحمد لله كيبقى كل شيء مرتب، كل شيء مقاد، كل شيء في ميكات ديالو، حتى من القطبان كنعمرهم. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش كندير ليهم، غير كنحل الثلاجة ولا الكونجيلاتور، يعني كيبقى كل شيء باين قدامي، اي حاجه بغيتها غير كنجبد وكنحطها حدا يدوب وكنبدا نطيب. وغندوزو دابا غادي نشرمل معاكم القطبان كما كتشوفوا. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره سكينجبير، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره خرقوم، والخل باش كيخلي اللحم فتي، الخل ديال الحامض البنات، وجوج معالق ديال القزبر حبوب مطحون، كتعرفوا الفوائد ديالو مع الشوى. وغادي نحتاج الربيع مقطع، وهانتوما معايا. غادي نجيب بانيو، غادي نخلط فيه كاع ديك الشرموله ديالي اللي درت. وكما كتشوفوا راه نسيت ما زدتش، غتزيدوا غير نص كاس ديال الزيت غير باش تجري لكم شويه ديك الشرموله، وشويه يشرب الشرموله. ومن بعد غادي نجيب قطبان ديال الخشب وغادي نبدا نعمر فيهم. هانتوما معانا.
نتوما كتشوفوا القطبان من بعد ما عمرتهم في القطبان ديال الخشب، قسمتهم على حسب الميكات اللي غادي نحتاج، وغادي نديرهم تاهما في المجمد. وغندوز دابا غادي نعمر القطبان بالكبدة والقلب كما كتشوفوا، والكلوة والرية، وهادو درت لهم غير شوية ديال الملحة والكمون والقزبر صافي. ودابا تاهما غادي نديرهم في ميكات وغادي نديرهم في المجمد. وبهكا كنكون شاركت معكم الأجواء ديال يوم عرفة، ودابا غادي نشارك معكم نهار العيد كيفاش دوزتو. كما كتشوفوا هنا غير بابا اللي كيدبح لينا، يعني الكبير ديال العائله، وراجلي وراجل اختي كيصلحوا، كنتعاونوا غير بيناتنا وصافي. نهار العرفه راكم شفتوا ضروري يعني العجله كتبغي الجزار، اما بالنسبه لنهار العيد كنتعاونوا غير حنا العائله بيناتنا وصافي. وعيد مبارك سعيد على الجميع كما قلت لكم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه.